عليكم بنات، كديرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الوغ اليوم جيت نشارك معكم لا كوموند ديالي في اوريفلام. عرفتوا واش كنغبر عليكم؟ ما كنلوش ديما لي كوموند، بحكم كيف ما قلت لكم انا يلاه بديت، يعني قليل قليل فاش كنجيب لكم. المهم من هذا المنبر بغيت نقول لكم خصوصا بالنسبه لبنات اكادير اللي ساكنين في النواحي ديال القود، السلام، الداخله، حي المسيره، حي الوداع. المهم النواحي اللي بغات شي حاجه في اوريفلام تواصل معايا في لي كومونتير اولا في الانستغرام، راه نخلي لكم في صندوق الوصف. ان شاء الله غنخلي لكم في صندوق الوصف حتى الكتالوج اونلاين، بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا اشنو كاين الجديد اللي كاين في الكتالوج هذا الشهر. صراحه الحاجه اللي كتعجبني انا في اوريفلام بزاف هي الروائح. راه قلت لكم الروائح اوريفلام هي الحاجه اللي خلاتني انا نسجل في اوريفلام، بحكم انني في الاول كنت كنتقدى غير عند الناس، قلت علاش ما نتقداش ونبقى نستافد من ديك 30%. وفعلا هادشي دابا اللي كندير ضروري، وقت ما نتقدى كناخذ لراسي شي ريحه. المهم كيف ما قلت لكم اي واحد بغى ناخذ ليه شي حاجه في اوريفلام يتواصل معايا، اللي بغى يتسجل في اوريفلام هكا يقدر يبدا يتقدى لراسو بثمن ناقص 30%. خصوصا الناس اللي تيحماقوا على لي برودوي د اوريفلام كنصحهم انهم يتقيدوا، يعني بلاصتي الا كنت كتاخذ جوج حوايج ثلاثه الحوايج من الاحسن انكم تقيدوا وتستافدوا من ناقص 30% ديال لي برودوي. المهم كيف ما قلت لكم ان شاء الله راه غنخلي لكم في صندوق الوصف الانستغرام ديالي، غنخلي لكم اللين ديال الكوموند ديال هذا الشهر شهر 8 ومرحبا بكم. دونك ان شاء الله نحلوا جميع الكوموند. الوغ اول حاجه بارفان اول اور نوتين، صار مره غناخذها صراحه، هذه اول مره غناخذها، ما عندي لها حتى شي فكره. الناس كيشكروها قالوا لي زوينه واعره، وفينا حتى في الكتالوج كنلقاها غاليه 400 درهم، 450. المهم كان فيها واحد لوخ هذا الشهر وخديتها، كنتمنى انها تعجبني تجي زوينه. ان شاء الله غنشارك معكم من بعد الفيدباك ديالي واش عجبتني ولا ما عجبتنيش. وهنا كوموند مستر جورداني، هذه ديال الرجال، هذه اودو تواليت. يعني بالنسبه للناس اللي ما عارفينش الفرق بين اودو تواليت واودو بارفان، اودو بارفان البارفان تيبقى بزاف، يعني كيبقى شاد في لوكور، كيبقى شاد في الحوايج ديالنا. باغ كونطخ اودو تواليت الريحه ديالو دغيا كتمشي، لودور ديالو دغيا تتمشي. هذه ديال الكوموند ديال واحد السيده. شنو اخر عندنا هنا؟ كاينه ايكلانوي، حتى هي اودو بارفان ديال العيالات، صراحه زوينه بزاف بزاف، انا شخصيا عجبتني وعاود خديتها ليا. المهم راه خديت جوج، بالنسبه للناس اللي بغاوها يتواصلوا معايا. راه دايره في الكتالوج، راه غاليه كتكون 200 درهم، 220. مين في الكتالوج حيت هذه كوموند ديال شهر 7، مين في الكتالوج شهر 7 راه كانت دايره 179 درهم، 179 درهم. دونك انا غادي نخليها لكم ب 150 درهم. بالنسبه اللي بغاها يتواصل معايا في لي كومونتير قبل ما يمشيو، راهم قلال كيف ما كتشوفوا. هنا خديت هذه ديودورون ديال المزيل العرق، صراحه اول مره غناخذها حتى هي. شكروها لي الناس بزاف اللي كيتقداو في اوريفلام، قالوا لي راه زوينه ما تخليش ديك الريحه ديال العرق وفي نفس الوقت تبيض. المهم انا جربتها ناخذها، خديتها لراسي، خديتها لراسي باش نجربها. والثانيه اللي بغاها ها هي راها للبيع. هنا عندنا الصابون مان الغني عن التعريف، بالنسبه لهذه اللي بغاها فوالا راه دايره في الكتالوج 24 درهم، بالنسبه للناس اللي بغاوها 20 درهم. راني كنحاول ندير اثمنه اللي جد جد مناسبه، يعني ما كيكون ليا كاع بعد ما كيكون ليا كاع شي ربح اللي كثير بزاف، كنحاول انني كيف ما كيقولوا قليلهم داو ولا كثيرهم قطع. المهم بالنسبه لهنا هذه ماسكارا ديال الماء واتر بروف، صراحه ما عمرني جربتها حتى جبتها لواحد السيده. كاينه هذه دوك الشفرات ديال الغازوار، حتى هذه جبتها لواحد السيده، فوالا فيها جوج هانتوما. اوبس فوالا،
شنو اخر عندنا هنا؟ عندنا هذا الكريم، هذا ديجا جربته زوين عجبني، داكشي عاود خديته. هنا هذا قماش وماسك ديال لي ليفغ ديال الشفايف. صراحه هذا ماشي اختاريته، ولكن كان في لي برودوي ديال التوصيل. راكم عارفين التوصيليه بالنسبه للناس اللي مسجلين، بالنسبه للتوصيليه كتخلصوا عليه 30 درهم اولا كتختاروا شي برودوي. دونك هذا كان داير 25 درهم، قلت اللهم ناخذ هذا ب 25 درهم نجربه اولا نخلص 30 درهم وما نربح فيها حتى شي حاجه. دونك بالنسبه للناس اللي جربوا هذا خليوا لي في لي كومونتير اشنو بان لكم زوين ما زوينش، وان شاء الله راه بدوري غنجربوا، والمره الجايه نرد عليكم خبر واش عجبني ولا ما عجبنيش. هادي كادو فوالا. هذا ايشونتيون، مره فاش كيديروا شي حاجه جديده كيعطيونا هكا لي ايشونتيون. هذا شامبوان وهذا ديميلور فوالا. ها لي ايشونتيون فوالا هما في الكتالوج، هادو راه جداد يلاه شي حاجه جديده اللي يلاه داروا في الكتالوج برودوي جديد. دونك هذه هي لا كوموند ديالنا. هنايا عندنا كتالوج ديال شهر 8 اللي فيه صراحه لي بارفان زوينين. فيه صراحه واحد البارفان اللي زوينه تتعجبني ان شاء الله غادي ناخذها. هذه زوينه ولكن غاليه. بالنسبه للبنات هذه كنت ديجا خديتها داك الشهر عقلته، قلت لكم غادي نجربها ونرد عليكم الخبر كي دايره. حتى هي اغلبيه ديال الناس قالوا بانها واعره زوينه طوب. صراحه انا جربتها ما عجبتنيش بزاف. سي فري او دو بارفان وكلشي لومبالاج ديالها الطوب، ولكن لودور ديالها انا شخصيا ما عجبتنيش بزاف. هذه فيت لي جربتها زوينه، ولكن دابا مازال ما دايرين فيها التخفيض، ان شاء الله تيديروا ليها التخفيض. اكلافان حتى هي زوينه، بالنسبه للاغلبيه ديال الناس راه تيعرفوها زوينه بحال ريحه الصابون. شنو بغيت نوريكم؟ واحد البارفان الفي 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 الفي. هذه البنات واعره، ديجا كانت عندي خطيره الريحه ديالها دايره بحال ريحه الكخيم. هاد الشهر ان شاء الله شهر 8 فاش غندوز لا كوموند غناخذ هذه. فوالا راه دايرين دوزتو 200 درهم ديال لا كوموند، غادي تقام عليكم غير ب 139 درهم. المهم بالنسبه للي بغاها راه غادي نجيبها ان شاء الله هاد الشهر في الكوموند، غادي نجيب جوج ولا ثلاثه. اللي بغاها راه غنخليها اليوم 129 درهم. المهم كيف ما تنقول لكم. وحاجه اخرى بغيت نشاركها معكم، هادو كنت ديجا خديتهم داك الشهر الى عقلتو، كنت قلت لكم كان واحد لوفر بجوجهم ب 60 درهم. اش غنقول لكم بالنسبه لهادي؟ راه كنحيد انا لومبالاج واعر. فوالا نتوما شوفوا هادي ديال لي بيرل، هذا فاغاجو صراحه خطير عجبني بزاف. اي واحد نقدر نصحو انه ياخذو، زوين كيعطي واحد السر كيعطي زويون، كيعطي واحد الحموريه زوينه في لي عجبني. بالنسبه للماسكارا جورداني معروفه وهي راها غاليه، ولكن انا شخصيا ما عجبتنيش. ما عجبنيش هذا الشيته ديالها، ما عجبتنيش، ما عرفتش نخدم بها ولا هي اصلا ماشي براتيك. المهم بالنسبه للماسكارا ما الشيته ديالها ما جاتنيش براتيك بتاتا. ديك اللي كانت عندي قبل ديك الصفراء جاتني زوينه وكتقدر مش وكلشي. المهم كوموند ديالنا سالات هنايا، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. كيف ما قلت لكم الا عندكم شي فكره على هذا البارفان اول اور نوتين يقول لي هضره اشنو كاين بالنسبه لهذا حتى هو. الا عندكم فكره عليه جاوبوني في لي كومونتير واش زوين ولا لا. وبطبيعه الحال بدوري ان شاء الله اون فوا نجربهم في الفيديو الاخر د اوريفلام غنقول لكم الفيدباك ديالي زوين ولا ما زوينش، عجبني اولا ما عجبنيش. وكيف ما قلت لكم اللي بغى اكلانوي راه نخليها ب 150 درهم، اللي بغى مان 20 درهم، الصابونات 20 درهم، واللي بغى هادي ب 40 درهم. وحده راه ديالي وهادي اللي بغاها، وحده اللي بقات ب 40 درهم. دونك نقول لكم عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.